ولما يبقى اقتصادي هتبقى في حاجة مهمة جدا جدا هتتم، هي انه هيحصل توازن المصالح، ما تبقاش هتبقى كلها وين وين، يعني مش هيبقى ان انا عشان انمو كطاقة كهربائية اكون على حساب المتجددة او العكس صحيح. لما يبقى في التوازن ما بين كل انواع الطاقات والبعد الاقتصادي هو يكون متحكم بحيث ان انا اوصل الى المزيج الامثل للطاقة، ودي انا ممكن اقعد احكي فيها كتير جدا بس دي خلاصتها، ده خلاصة الموقف، وده بيشير الى هدر كبير في استثمارات احنا دفعنا فيها كتير، وبالتالي مهم جدا ان احنا نصل الى التعظيم الامثل لقدرتنا على الاستفاده من مصادر الطاقه دي مجتمعه لصالح عمليه التنميه ولصالح عمليه الانتاج. لما اجي اقول ان انا عايزه ازود الصادرات من 100 مليار ل 140 مليار دولار، طب لازم بقى اقيم هو انا من 2016 الى الان لماذا لم انجح في الوصول الى 100 مليار دولار، احط تقييم، احط ادوار الاجهزه، احط الاوضاع، مين اللي بيقوم بالتصدير، دور المؤسسات، هل النظام اللي انا ماشي بيه ده اللي هو صندوق دعم الصادرات والمبالغ اللي بتطلع من وزاره الماليه لدعم المصدرين هل هو كافي؟ هل في بلد بتقول انا هزود الصادرات في كل السلع وحد يدعم لأي واحد بيصدر حتى لو كان مثلا 80% من المكون بتاعه مستورد؟ يعني لو أنا عندي مثلا صناعات الهندسية 75% أو نسبة عالية جدا، احنا لسه عندنا دراسات كثيرة في هذا المجال، مكون استيراتي. فأنا النهاردة كل الدول اللي عملت يعني طفرة تصديرية كانت بتبتدي تقول إيه، أنا هحدد مراحل زمنية معينة، الثلاث سنين الأولانية أنا مركز فيهم على الصناعات اللي عندي فيها ميزة نسبية. أنا بقول لحضرتك أو دراساتنا بتقول الصناعات اللي عندي فيها ميزة نسبية هي صناعات الملابس الجاهزة، صناعات الغذائية، صناعات الأدوية ومستلزمات التجميل، حاليا احنا عاملين فيها طفرة جيدة جدا ومن الممكن تطويرها بشكل أفضل. دي قضية مهمة جدا. قضية تانية مهمة جدا هي لو أنا عايزة أطور القطاع الصناعي وأخليه محرك للنمو، ودي أساس المعجزات الاقتصادية، القطاع الصناعي هو المحرك للنمو مع قطاع زراعي، وإحنا عاملين جهد في مصر هنا جيد جدا في أننا نطور نزود عدد الأراضي اللي بنزرعها ونحاول نوصل لنسب من الاكتفاء الذاتي، جزء تصدير وجزء يدخل في الإنتاج المحلي، في جهد كبير بيتم في هذه القضية. ولكن هو السؤال الجوهري، أنا لما أجي أقول أنا عايزة القطاع الصناعي يبقى محرك للنمو وبالفعل هو ده الوسيلة الوحيدة قدامنا، لكن هل إحنا ماشيين صح؟ حضرتك إحنا اتكلمنا في المصانع ما زالت مغلقة حتى الآن، ده مهم جدا. هو النهاردة وأنا بأطالب باقتصاد أزمة، لأن في هذه المرحلة لا يمكن أن أنا أتكلم على أحلام وردية مرتبطة بأهداف وأنا موجود في أزمة. النهاردة أنا من حقي أحلم وأقول أنا عايز صادرات 140 وعايز نمو 6-8، ده حاجة جيدة جدا، ولكن أين أنا حاليا في هذه الأزمة من هذه الأرقام؟ أنا الأول أطلع من الأزمة، الأول أخرج من هذه الأزمة، يبقى ابتدي أدور أنا في إدارة اقتصاد الأزمة، ببتدي أبحث أسبابها الفعلية وأشوف إيه الحاجات اللي تساعدني في الفترة القصيرة إن أنا أخرج من هذه الأزمة، مع العمل على الفترة المتوسطة والطويلة. أنا لا ألغي كل اللي بيتعمل ده جيد، ولكن الأول لازم أركز وبأسرع وقت ممكن، لأن الحقيقة أنا عمري ما شفت مصر في مرحلة زي دي اللي هي الفجوة ما بين السوق الموازية لسعر الصرف والسعر المعلن من الحكومة، عمري ما شفت الحكومة طرف أساسي في السوق الموازية، والحكومة طرف، يعني أنا مش قادرة أتخيل يعني. أنا مش قادرة أتخيل الحقيقة اللي بيحصل في مصر، الحقيقة أنا مش قادرة أتخيل اللي بيحصل في مصر، يعني إزاي الحكومة تنزل تلم الدولار؟ دي عملية الحقيقة يعني عملية مؤسفة أقل ما يمكن أن يقال عنها. مصانع حديد وغيره ما يشتغلش إلا بالدولار، ما هو وينزلوا يلموا، لأنه هو ده الواقع يا أستاذ مصطفى. فالقضية بتتكلم على إيه؟ لو أنا كنت وأنا بتكلم على أن الصناعة تكون محرك للنمو،
بدات اقول ملابس جاهزه، ملابس جاهزه انا بصدر ب 2 مليار، وانا قلت قبل كده في البرنامج ده 2 مليار ممكن يوصلوا 30 مليار لو احسنت اداره هذا الملف. صناعات غذائيه بدات تتقدم انا فيها جدا، لو انا اديت طفرات للصناعات الغذائيه مع صناعه الملابس الجاهزه مع صناعه الادويه ومستلزمات التجميل، انا اقدر في فتره قصيره جدا، يعني احط فترات زمنيه بخطط واضحه ومحدده افعل فيها. زي بقى لسه ما حضرتك بتقول النهارده قطاع الصناعه اساسه ايه وليه المكون الاستيراضي عالي، لانه انا اهملت صناعات اساسيه يجب ان تكون هي اساس للقطاع الصناعي. بالاضافه لكده عملت غلطه كبيره جدا جدا جدا، يعني مثلا كوريا الجنوبيه تجنبت هذا الخطا وهي بتعمل عمليه التنميه. على فكره كوريا الجنوبيه زي مصر بالظبط، بدات بعدين في بدات بعدين في الستينات، احنا كنا متفوقين عليه بالظبط، احنا 52 وكوريا الجنوبيه احنا كنا تقريبا، كانت كوريا الجنوبيه بتبعت هنا تسترشد بتجاربنا عشان تعمل تنميه. كنا تقريبا هم عندهم قطاع عام كبير واحنا عندنا قطاع عام كبير وهكذا، بس كوريا الجنوبيه عملت شغل هايل، في حين ان احنا حتى الان يا استاذ مصطفى عندنا مصانع قطاع أعمال عامة غير منتجة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل، ومن الممكن أنك تستغلها. يعني عندك قطاع الصناعة ده بيعتمد على إيه؟ المواد، سلاسل الإمداد بتاعته بتعتمد على محورين أساسيين، البتروكيميكالز، بتروكيماويات، صناعة البتروكيماويات اللي بتطلع لك البولي بروبلين والبولي إيسيلين، دي كلها هي اللي بتطلع المواد الكيماوية سلاسل الإمداد وتروح للمصانع عشان تبتدي تصنع، ودي كلها أساس في عملية الإيه؟ إنك تصنع بتكلفة نسبية منخفضة وبالتالي يكون لك قدرة تنافسية في العالم الخارجي. قدام كده في عندك ثروة مهملة تماما اللي هي الثروة التعدينية وكلها لأسباب إدارية، السيطرة على المحاجر، استخدام المحاجر، العلاقة ما بين الأجهزة المختلفة في الوصول إلى المصادر التعدين. يعني النهاردة وزير البترول والطاقة في السعودية، السعودية تقدمت عننا في مجال التعدين. النهاردة في مؤتمر كبير في السعودية وزير البترول بيحضر وبيعمل شراكات مع السعودية لتحقيق هذا الهدف. فاللي أنا بقول لحضرتك عليه كصناعة نبدأ بنطور صناعات التعدين، وده بدأنا ناخد خطوات فيه. نمرة اتنين نبتدي، أنا مش بقول دلوقتي كان مفروض إن أنا أستخدم الغاز بدل ما أنا بستخدمه في توليد الكهرباء، كان مفروض أستخدمه في جذب استثمارات تيجي تصنع لي بتروكيميكال عشان تطلع لي البولي إيثيلين والبولي بروبلين أدخلها في الصناعة وأزود إيه سلاسل إمداد. طب